مأساة الجانب السوري كبيرة. هقول لكم بس معلمة القرآن كانت كاتبة بتقول إيه، الواحدة معلمة قرآن سورية وبعتوني كلامها، والله أنا بكيت. أما بتتكلم عن إن إحنا لما جه الأمر وطلعنا وهلعنا ومش عارفة إيه والكلام ده، بتقول فكرونا من 12 سنة وإحنا كنا تحت القصف في سوريا، وهي كانت تحت القصف هي وبتاع وبيناموا بحجابهم، بس دول كنا حاسين بمأمن عشان إحنا تحت قصف ملناش ذنب فيه، ولا لنا ذنب في الحرب اللي حصل، ولا لنا ذنب في أي حاجة، وكانوا بيناموا بحجاباتهم وبيناموا بكذا. بيقول لما جه الأمر دوت بقينا كل واحدة تشد الحاجة تحطها على راسها وجري علشان تلحق تعمل. دقيقتين ونص يا مسلمين كتير، فزع رهيب. أقول لكم أنا كان 50 سنة ما كملش دقيقة، زلزال 2020 ما كملش دقيقة، ولسه الزلزال اللي كان لسه من شهرين ثلاثة، بس إحنا كنا بره اسطنبول ساعتها. قال لك كان مفزع وكان رهيب الزلزال بتاع 2020، 50 ثانية وكان رعب، وكان رعب الزلزال اللي اما يبقى دقيقتين ونص كتير كتير يعني كتير، وفزع وخوف وقلق، وكله ينطق الشهادة، اشهد ان لا اله الا انت محمد رسول الله، يا رب لا اله الا انت سبحانك. ونعلم اولادنا كده. طبعا خليني اكلمكم على النقطه الثانيه، وخصوصا الناس اللي في اسطنبول، الاشاعات بقى اللي بتطلع وصل في زلزال تاني، كل الكلام ده ما تسمعوش له، احنا من قدر الله لقدر الله، علشان ما تهيبرش نفسك وتكتئبي وتعملي واولادك وتعيشيهم، ولكن اسمعي الكلام اللي اتقال، الوسط اللي اتقال، حضري الشنطه اللي فيها الحاجه اللي هي المفروض ان احنا متعارف عليها، بيتحط فيها طبعا موبايلاتك مشحونه وحاجتك جنبك، وفي دلوقتي رقم نزل على لينك الناس اللي موجوده في تركيا، لينك اول ما تعملي عليه يتحدد مكانك على طول، ينزلوا الابلكيشن ده. والنقطه الثانيه نقطه الشنطه اللي معاك، اللي بقى فيها معطف وفيها حذاء وفيها اللي هي الحاجات بتاعه الاسعافات، والصفاره اهم حاجه برضو نبهوها على الصفاره، والشنطه معاكي كده، وندعو الله سبحانه وتعالى يا رب. الحاجات اللي بتبقى المعلبات، لو هتحطي تمر هتحطي حاجات معلبات بحيث ان يبقى كده، وتبقى شالوا الورق الاساسي بتاعك بتاع، وتقلنا على الله بقى ونحتسب كل حاجه عند الله، وتبقى الحاجه جنبك وعم تحتسب كل يوم، تقولي دعاء الحفظ لك والاولاد، اللهم انا نسالك باسمك الحافظ الحفيظ يا رب ان تحفظنا وتحفظ اولادنا من امامنا ومن خلفنا، ونسالك باسمك الحافظ الحفيظ يا رب ان تحفظنا وتحفظ اولادنا عن ايماننا وعن ايسارنا وشمائلنا، اللهم نسالك باسمك الحافظ الحفيظ يا رب ان تحفظنا من فوقنا واولادنا، ونعوذ برحمتك ان نغتال من تحتنا، وقل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هو مولانا، هو مولانا، نفر من قدر الله لقدر الله، لكن نخوف ونهيبر ونبقى عايشين في قلق دايما ونبقى عايشين في كذا، ده صعب جدا. انا لا ادعوكم ابدا ولا انصح ابدا بحاجه زي كده. نعلم اولادنا قدر الله. طب ليه بيموت من عن الله؟ لا يسال عما يفعل، من الايمان بالقضاء والقدر خيره وشر، لكن اوعى بقى اذا اصابه خير اطمأن، واذا اصابته انقلب على عقبه، خسر الدنيا والاخره، ذلك الخسران المبين، انتهينا. لا، الله سبحانه وتعالى يعني يستعتبنا، نقبل عتب الله عز وجل يا رب، لك العقبة حتى ترضى يا رب، استغفر الله يا رب، نجينا يا رب احنا واولادنا، ده اللي المفروض ان احنا نعمله، وده اللي المفروض ان احنا نسعى اليه، ونرسخ العقيده في قلب اولادنا، لا يسال عما يفعل. خير شهداء نحتسب الامر، احنا سبحان احنا طول عمرنا سبحانك، احنا طول عمرنا في الابتلاءات، سبحانك يا رب، شهداء عند الله عز وجل، شهداء نحسبهم تحت النقد، شهيد شهيد البحر، شهيد غريق البحر، شهيد المحروق، شهيد الميتات الصعبه، يعني انت تخلي تحت نقد ورجله مكسوره وايده مكسوره، اقول لك ايدي متعلقه مش عارفه اطلعها، ايدي متعلقه ومش عارف مش عارفه اطلع مني، وانا تألمني كثيرا وانتفخت، وعمال كان راجل تركي اللي بيتكلم ومش عارف، قول خلاص اثقل دي، اثقل دي تمام خلاص بيت ان شاء الله، واحتسب ونفر من قدر الله لقدر الله، نؤمن بقدر ربنا سبحانه، والله جه خلاص شهيد، ونقول شهيد عند الله سبحانه وتعالى. ليه كذا؟ ما نعرفش ليه، الحكمه عند الله، اختارهم لسبب والحكمه عند الله. وكل الناس يعني احنا شفنا اكتر الفيديوهات وقت الناس وهي بتبتع الله كورس، الله يا رب احمينا، يا رب احمينا، يا رب احفظنا، الله كذا، ولك الدعاء بيا الهاس وبالدعاء. في ناس بتاخد العبره والعظه، وفي ناس لا، وفي ناس لا.
يعني اما نشوف الناس اللي مش، ولو دي رسالة للناس اللي موجودين، ولو في محلات مفتوحة والكلام ده، لا تتقاتلوا يا جماعة بالراحة، كل يسعى الجميع. ده اللقمة بتتقسم، ده التمرية بتتقسم، وده وقت نقسم فيه حالنا وقوتنا. اتفتحت محلات مجاني للناس حسبة وصدقة. لا لا، احنا في كارثة من الكوارث. الناس على الناس ذات نفسها ما تتقاتلش. ده انت لسه منجيك من زلزال، لسه منجيك من موت محقق. ده دي الكارثة. اما تتكلم المعلمه بتاعت القران وتقول لك انا يعني كنا في تحت القصر الصوره وحاسين بمأمن مع الله وبمعيه مع الله وهكذا، وكل لن يصيبنا، خلاص صاروخ يجي هيندك، البيت هيتعمل، خلاص ربنا نجانا وامنا مكر الله، وامنا مكر الله. 12 سنه بتقول احنا كنا خلاص في مأمن بعيد عن القصر، ولكن تيجي 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 تذكره من الله عز وجل، يجي تذكره. الزلزال ده تذكره رهيبه رهيبه رهيبه. من بات، اسمعوا الحديث عشان ده استشعاره دلوقتي، امنا في سربه معافا في بدني عنده قوت يمحيزت له الدنيا، امنا في سربه معافا في بدني عند قوت يوم قد حيزت له الدنيا. فالمعاني دي كلها لازم تكون حاضره جوانا. لينا هم ليهم ايه؟ لهم الدعم والدعاء واللي تقدر عليه تعمله وتقدر عليه تطلعه للمؤسسات المعتمده بفضل الله تعالى، المؤسسات اللي كتبناها بفضل الله تعالى معتمده من دوله، والمؤسسه اللي خاصه بالشمال السوري لسه جاي لنا الفيديوهات بتاعتها، اللهم بارك. اعملوا بس طبعا قليل قليل حبايبي. فاحنا نسعى بكل وسيله ممكنه، بالدعاء، بترسيخ الايمان، استغلال الموقف لاولادنا، الرد على عقيده القضاء والقدر، الهلع اللي هيجي في واحد جاي في زول كل ده حاجه، ايوه مش عارفه فين في يا زلمه. الله يصلح حالك بقى، الله يصلح حالك بقى، بطلوا كلام. طالما ما فيش حاجه من الدوله اتقالت خلاص، نعمل حضر الشنطه وخليها جنبك، والحفظ من عند الله عز وجل وكله بقدر الله. لو جرى لنا حاجه بقى احنا ايه، ندعي ربنا سبحانه وتعالى كل واحد يتصدق عن التاني، وما تنسوناش من الدعوات. لو جرالنا حاجة عند الله سبحانه وتعالى، ومسامحين كل الناس وكل الناس تسامحنا، علشان يعني احنا بين يدي الله. والله بين، والله ان ما كانت بكارثة طبيعية من القدر، والله ليدركوا كل ما لو كنتم في بروج مشيدة. كنت في حصن.